مغالطة الرنجة الحمراء هي محاولة الشخص الدفاع عن موقف ما من خلال تحويل الانتباه عن المسألة الرئيسية بالجدل. بيتم هالشي من خلال إضافة تفاصيل غير هامة للحديث وإثارة مشاعر المستمعين وانتباههم بطرح مسألة براقة بعيدة عن موضوع الجدل. بيشبه هالشي تضليل كلاب الشرطة برائحة سمكة الرنجة الحمراء ليتمكن المجرم من الهرب. لنشوف سوا المقطع التالي. Pierce, listen. I'm not saying that you're making excuse, but if you are adopting a certain point of view, you have to at least defend it. I'm telling you, there is no Hamas in the West Bank. What is the excuse? Not your excuse. What is the excuse to kill those people? Well, listen, this question of proportionality is one that... No, answer my question! الطرف الأول عم يسأل عن مبرر ما يحدث في الضفة الغربية ليجيب الطرف الثاني بتغيير الموضوع وطرح خيار أن الحرب تفرض الرد المناسب. وكمثال آخر، عندما يتم سؤال أحدهم هل تدين الجريمة المرتكبة بحق المدنيين؟ فيجيب حق الدفاع عن النفس هو حق مشروع. لكن بوجود جريمة مرتكبة والسؤال عن إدانتها، فالجواب يكون بنعم أو لا. هون الطرف الثاني تقصد طرح قضية أخرى ليتنصل من الإجابة على السؤال، وهون بيتوجه على السائل أنه يعيد السؤال لحتى يحصل على الإجابة. وبدون أي شك فالإجابة لازم تكون بمتناول القضية المطروحة من دون أي تشتيت عاطفي. لهيك ما لازم يتم السماح بارتكاب هاي المغالطة والابتعاد عن الموضوع الأساسي.